السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الزميلات والزملاء في هذه الندوة الصحفية اللي كتجي من بعد المقابلة الودية اللي جمعت ما بين المنتخب الوطني النسوي ونظيره من زامبيا. رحبوا معي بمساعدة مدرب المنتخب الزامبي فلورانس مويلا. قبل ما نعطي لكم إن شاء الله يعني الإمكانية أنكم طرحوا الأسئلة ديالكم، غادي نطرح السؤال الأول. Coach, congratulations. What is your impression after this match against Moroccan national team? وطني. شكرا جزيلا. اولا اهنئكم جميعا على هذا الانجاز، لان هذا يبين اننا كنا نبذل جهودا حثيثه ولم نضع انفسنا دائما في اي حاجه، فلم نرخي انفسنا بعد الانتصار الاول، لان نرى هذا المباراه مهمه وان كانت وديه، لانها تؤثر على مستقبلنا وانشطتنا. وكل المباريات الآتية أمامنا على مستوى كل الإقصائيات. شكرا. المجال للزميلات والزملاء باش أنهم يطرحوا الأسئلة ديالهم. عفاكم قبل ما تطرحوا السؤال، المرجو أنكم تقدموا نفسكم وكذلك المنبر اللي كتمثلوه. هاي كوتش. هاي كوتش. مساء الخير، تهانينا على هذا الانتصار. أنا اسمي مايك من زامبيا. عادة ما هو تقييمكم للإنجاز قدمتم بعد التغييرات في داخل الفريق؟ كيف تفسرون ذلك؟ ما هو ملخصكم إذن لدور المغرب؟ شكرا. التغييرات التي أحدثناها اليوم في فريقنا الأول هو أن نعطي فرصة للاعبات أخريات. غيرنا 7 تغييرات، هؤلاء لم يكن في كأس العالم أو كنا هناك ولكن لم يلعبنا. علينا أن نقدم الجميع للفرصة، لأن نحن لازلنا نحاول أن خلق المنافسة بين اللاعبات اللواتي لعبنا في كأس العالم، وكل من جاء عليه أن يثبت أنه هناك وأن يكون له الدعم وأن يحصل على إمكانية اللعب. وبالنسبة للدورة هنا في المغرب، كان دورا جيدا في المغرب. هنا عملنا على مواطن التي نبغي نحسن فيها نفسنا والأماكن التي ينبغي أن نعد العد لها برسم المباريات القادمة. سيدتي، مع هذا النتيجة الكبيرة، هل تقول بأن زامبيا هل قد تتعرض للهزيمة وأنت قلقة بأن الكثير من الفرق سوف تتوجه سلك مالي وأنغولا وفي الأفغان؟ شكرا على هذا السؤال. النتيجة تؤشر على أننا في المسار الصحيح، والمنافسة هي قاسية، والفرق التي سوف نواجهها سوف تكون صعبة، والمنافسة قوية، والجميع ينبغي أن يأخذ الأمور على محمل الجد. أمام زامبيا لا يمكن أن نرتخي، لأن ذهبنا هذا الاتجاه. كرة القدم النسوية تغيرت في إفريقيا وتحسنت، إذا فهذه منافسة شرسة، علينا أن نعد العد لها جميعا. إذا كان هذا هو السؤال الأخير. شكرا لك السيدة المدربة، ونتمنى لك التوفيق في المستقبل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.